بقى اللي احنا هنكفر فيه مع بعض ديورنج الكورس هي الاتي. احنا بنتكلم فيه ميمبرين سيستم وبنتكلم في لوجيك جيتس انكودينج الجبرا كومبينيشن سيركتس في كذا حاجه من الكونترول ستيبل السيركت وديكودينج الكودر المالتيبلكس والدي مالتيبلكس بعض الادوات زي التايمر والسبتراكت انواع من الديفايسز وانواع الميموريز دي هنتكلم فيها. طيب نبدا كده مع بعض نشتغل في اول جزء. اول جزء احنا بنتكلم على حاجه اسمها الميموري سيستم. الميموري سيستم انا عايز بس ايه يعني كده هو احنا يعني ايه الميموري سيستم؟ الميموري سيستم هو النظام العام اللي احنا بنشتغل فيه. لو احنا جينا على النظام اللي احنا اول شابتر بنتكلم على اول حاجه ايه النمبرنج سيستم البيز كونفرجنز بعد كده الاسماتيك اوبريشنز بعد كده الكومبلمنتس بنعمل الكومبلمنتس ازاي بنعمل ساين باينري نمبرز ازاي بنعمل الباينري يعني انواع مختلفه من الباينري كودز بتبقى خلاص احنا بنشتغل عليها برضو اللي هي الكمبيوتر سيستم والهكس سيستم. الباينري سيستم دلوقتي بيز تو بوكتر ده بيز
met in two states, from memories, but مثلا لو انا بتكلم فيه نجيب بقى ايه نتكلم كده مثلا هنا يعني انا لو بتكلم مثلا على بيز 10 زي ما بنتكلم دلوقتي هنلاقي ان انا وطبقت عليها القاعده ان انا شغال من اول 0 لحد ار ماينس 1 يبقى انا شغال من عندي من 0 لحد 10 ماينس 1 اللي هو ايه 9. وبالمعنى ده نبدأ نلاقي ايه؟ نبدأ نلاقي ان اي انت بتكتبه هو في النهاية عبارة عن انتجر وفراكشن، هو مقسوم في النص. الانتجر هو الايه؟ هو الجزء اللي على الشمال وبيفرق بينهم الايه؟ الدوت اللي في النص دي، وبعد كده ببدأ اكتب الايه؟ الفراكشن. احنا اخر رقم على اليمين بنقول عليه least significant bit اللي هو الايه او least significant number هو ده الايه اللي على اليمين خالص، والmost significant هو اللي على الايه اللي على الشمال. تمام. لو احنا بنقول اي numbering system characteristics اول حاجه the digits are consecutive يعني number of basic digits is equal to the size of a which is the size of a يعني انا لما باجي اقول بيس 10 فانا لو بيس 10 من 0 ل 9 ل 10 digits دايما ببدا من الصفر. انا دايما ببدا من ايه؟ من الصفر. البيز نمبر از نيفر يعني مش هقدر اقول بيز 10 مش هلاقي 10 ده رقم انا شغال من 0 ل 9 لان انا دايما بقف عند البيز ماينس 0 ماينس 1 وين 1 از ايدد ذا لارجست بيز ديجيت اصلا 0 اند كاري 1 اوف 8 يعني الكلام ده يعني انا لما باخد اعلى حاجه هنا اللي هو مثلا لو انا بيز 10 برضه بعيد عند 9 وضفت عليها 1 لو ضفت عليها 1 ان انا برجع للصفر تاني الاوت الخارج بيبقى صفر تاني ويبدا يبقى في حاجه اسمها كاري اللي هو ديجيت تاني يبدا يظهر معايا وايه ويبقى بدا العمليه بدل ما هي الناتج بتاع
دلوقتي يسمع باصون اللي هي ديجيت واحد كريزم كده بتبقى تو ديجيتس اللي هو زيرو ومعايا الكاري اللي هو ايه؟ ان هو النيوميريك فاليوز ار ديتيرمايند باي امبليسيت بوزيشن فاليو اوف ذا داتا. يبقى احنا الشكل او الفاليو بتاعي على حسب الديجيت بتاعي ده محطوط في انهي خانه. يعني لو احنا بنتكلم مثلا انا يعني ايه مش واقف على اول شويه اللي هم ايه من هنا لحد ايه لحد 15 دول العاديين فين في الهيتس ديسمنت لان انت هنا واقف عند مين؟ واقف عند الاف. لاحظ هتلاقي ان انت بتقول 0 1 2 3 لحد 15 تاني 0 1 2 3 لحد بعد 9 تلاقي ايه بي سي دي اي اف. طيب ال 16 بقى 16 يعني جمعنا واحد على الاف، جمعت واحد على الاف تبدا تصفر ترجع تاني للصفر وتحط الكاري فيبقى الناتج كام؟ 10 زي ما قلنا. 17 دي اللي هي احنا كنا بنقول 17 في الهكس ديسيمال اللي هي ايه واحد زي ما احنا شايفين. الباينري برضو ايه احنا لما نيجي نبص عندنا شكل الباينري بيبقى عامل ازاي؟ مثلا بتبقى 4 وحيد. خلي بالك ان لو احنا جينا 4 وحيد اللي هم لو احنا جينا 1 1 1 1 دي كده 2 اس 0 دي 2 اس 1 دي 2 اس 2 ودي 2 اس 3. فاحنا كده بنجمع كده مع بعض 2 اس 3
significant دول بالايه انت حاطط الفاليو بتاعتك ورا بعضها وانت بتحدد زي ما احنا مش احد وعشرات بقى احنا هنا بنتكلم في ان اول واحد ده مضروب في 2 اس 0 وتاني واحد اللي هو هنا ده 2 اس 0 وبعد كده 2 اس 1 وبعد كده 2 اس 2 2 اس 3 لو في حاجه بعده هتبقى 2 اس 4 او 2 اس 5 وهكذا بنحسبها ازاي تمام تمام كده يا جماعه الدنيا نقدر نحول لديسم فانا لو انا بتكلم من هيومن من ديسم للباينري اللي هو ليه الاتجاه ده او ان انا بتكلم العكس اللي هو عندي ايه ان انا كنت الكمبيوتر بتاعي اللي هو هيتكلم باينري بقى وعايز يبقى زي البني ادمين او من البني ادمين تفهم ده من ديسم الاوكتال ولا الباينري ولا الهكساديسمال على حسب ايه يبقى سهل علينا قوي ان انت من اي بيز تقدر تحول منه للديسم ده بيبقى سهل علينا بتقدر تعرف تحول من اوكتال لديسم من باينري لديسم من الهكساديسم للديسم وبعدين تاخد حول للحاجة اللي انت طيب دي طريقة في طريقة تانية ان انت تقدر تسيبيه من الباينري تحول الاوكتل ومن الاوكتل للباينري على طول او من الباينري الاكسس من الاكسس للباينري فانت هتلاقي ان دي الطرق المتاحة انما في الغالب ان انت تحول من اوكتل لهكساديسيمال او العكس ده مش ايه مش مفضل من الناس مش ممكن ان هو يشتغل بس مش هو الموضوع في الغالب بنخلي الجزء اللي هو الباينري هو اللي ايه الحاجه اللي في النص اللي انت بتحول الباينري من الباينري تقدر تقول شو انت عايز فاحنا عشان نحول مثلا كود بيز لاسم وندي امثله بقى لو انا عندي نمبر ده اهو مثلا نمبر ده احنا زي ما احنا شايفين هو فاحنا هنلاقي ان احنا بنقسم عندنا ان بقى تساوي ادي الجزء بتاع الفراكشن اهو ماشي هتلاقي ان انت عندك اتنين اللي هو واحد في اتنين اس ناقص واحد وواحد في اتنين اس ناقص اتنين ولان هنا احنا بنتكلم ان دي الار اللي هو اتنين هنا اللوكيشن ده بعد الفراكشن بيبقى بالماينس بعد الدوت يعني بيبقى ناقص واحد ناقص اتنين ناقص تلاته ناقص اربعه والشمال بتاع الدوت بيبقى اتنين اس زيرو اتنين اس واحد اتنين اس اتنين اتنين اس تلاته فادي الجزء الثاني اللي هو اللي احنا ايه اللي هو
اول رقم كان صفر، تاني رقم كان واحد، تالت رقم كان صفر، رابع رقم كان واحد، وبعدين الرقم اللي بعده اللي هو ايه؟ اللي هو واحد. فانت صفر في اتنين اس زيرو، واحد في اتنين اس واحد، صفر في اتنين اس اتنين، واحد في اتنين اس تلاتة، واحد في اتنين اس اربعة. لما نيجي نجمع الارقام دي كده على الكالكوليتر يبقى هتديني الايه؟ الـ value بالـ decimal. نشوف مثال تاني لو عن طريق الايه؟ مثلا رقم، لو انا عندي رقم اوكتال ولا حاجة، عندي رقم اوكتال اهو اللي هو 6 2 8 بوينت 4، عايز احول دوت الرقم ده كده، عايز احوله للديسيمال. طبعا زي ما اتفقنا اليمين الفراكشن بيبقى النص بتاعي من الناقص، عندي هو رقم واحد يبقى نص ناقص واحد، الشمال الفراكشن بتبقى نص ناقص زيرو، نص ناقص نص زيرو، انا اسف نص واحد نص زيرو. طبعا الرادكس هنا ب 8 لان احنا اوكتل، فانا عندي أربعة، أدي الجزء بتاع الفراكشن اللي هو أربعة في ثمانية أس ناقص واحد، والجزء التاني بقى اللي هو الانتجر، الانتجر أهو اللي هو ثمانية في ثمانية أس زيرو، اتنين في ثمانية أس واحد، ستة في ثمانية أس إيه أس اتنين، نجمع مع بعض يديني الإيه؟ الفاليو. طيب لو إحنا عندنا مثال تسعة خمسة إيه طب، قلنا إن إحنا بعد التسعة بنبدأ حروف A B C D E F، فإحنا هنعمل الكلام ده كفراكشن برضه. الفراكشن عندي هو رقم واحد فأهو اللي هو ده هيبقى 13. 13 ده ليه؟ لأن دي A هو 10، A B C D يبقى دي اللي هو 13. يبقى احنا عندنا 13 في 10 في 16 نص ناقص ايه؟ نص ناقص واحد. والتاني الجزء التاني اللي هو الانتجر اهو، ادي الانتجر عندنا ايه؟ هي 10، يعني 10 في 16 نص زيرو، 5 في 16 نص واحد، و 9 في 16 ايه؟ نص اتنين. يبقى احنا كده نجمع مع بعض ويديني الرقم ده هو ده الايه؟ decimal representation. ازاي اقدر احول من bases مختلفة للديسيمال؟ انا عايز اعمل عكس بقى، اعمل ايه؟ انا عايز اعمل عكس بطريقة سهلة جدا، وهي ان احنا بنبدأ نعمل اسم سبعة خمسة، ده ديسيمال نمبر وانا عايز احوله يبقى انا بقسم العملية بتاعتي شق شق منه، بقوم جايب الجزء الانتجر اللي هو ده اللي هو 162 لوحده بشتغل عليه اهو، والجزء التاني اللي هو الايه الجزء بتاع الفراكشن وده برضه بشتغل عليه ايه؟ بشتغل عليه لوحده. طيب الجزء بتاع الانتجر بعمل فيه بقوم واخد ال 160 دي وابدا انا عايز اعمل بيس كام؟ انا عايز اعمل الاول اللي هو بيس 2. فبيس 2 انا عامل ايه؟ جاي اول حاجه قاسم على 2، 162 على 2 84 مفيش ريمايندر، دي هحط زيرو، انا هنا بحط الفعل بتاع الريمايندر. بعدين اقسم ال 81 دي على 2، على 2 تديني 2 وفي ريمايندر واحد هو اسمع يعني واحد. بعدين ال 40 دي سمع على 2 تاني تديك 0، ال 10 هيديك 10، سمع على 2 تديك 5، 5 لما تسمع على 2 هيديك 2 ومعاك ريمايندر، لحد ما في الاخر خالص وصفرنا اللي هي هنا. واحنا بنكتب بقى نقوم كاتبين ده من تحت لفوق باتجاه ده كده، من الشمال بالشكل ده هتلاقي ان هتلاقي الارقام دي محطوطه عندك بالشمال كده. طب نيجي بقى نجيب الجزء الثاني بتاع الفراكشن، الفراكشن ده خدت البوينت 375 اللي هي دي،
7 5 ضربه في 2 تديني 1 ونص، اخد النص بس اللي هو الايه الريميندر ده لوحده كده، اللي هو الريميندر ده اقوم واخده ايه وضربه هو رخر في 2 يديني لحد ما اداني 1. انا كده هلاقي ايه؟ هلاقي ان عندي الكون 0 1 1 وانا هكتبهم في الايه؟ في الاتجاه ده. واكتبهم وانا بكتبهم كده. لو نلاحظ هنا الكتابه بتاعت الجزء بتاع الفراكشن اهي في الاتجاه ده. لو عايز احول من ديسمال لمن او ديسمال لاي مثال، يعني لو عايز احسب زي ده كده مع نفسي، لو انا عايز اعمله مثلا بيز اكتر مثلا لو بيز 8 بدل ما بحسب هسمع 8 واشوف ايه واشوف ولا بنفس ماشي. وبرضه نفس الحكايه الانتجر هتاخد من تحت الايه؟ من تحت لفوق عشان من تحت بس واحد اسمه والتاني تمام. فاحنا كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. عندنا بعد كده لو انا عايز الكونفرت بين باينري وكتاب سهل شويه لان هي تبع الجدول ستاندرد. انا لو عايز رقم اكتر زي ما احنا شايفين تبع الجدول ده كده الارقام دي هحطه قصادها الرقم ده في الايه؟ في الباينري. بعد كده اقسم الموضوع يبقى ايه سهل. انا عندي رقم مثلا 126.2 مثلا ده اوكتل وعايز احوله ايه للجزء الباينري اجي اشوف الاثنين دي شكلها ايه؟ ايه الاثنين واخدها وايه؟ وحاططها هنا على طول الستة. اجي ابص فين الستة؟ فين الستة؟ اهي اهي الستة اقوم واخدها وايه؟ وحاططها الاثنين دي برضه اتكررت تاني اقوم واخدها وايه؟ وحاططها هنا. سهل جدا ان انا واخد الفاليو ايه اضطر عندي على ايه على الاكتيف على طول. يبقى انا كده حولت على طول لايه؟ لباينري من العكس برضه مستخدم كده واخد حاجه باينري بس واحنا بناخد بس الباينري واخد باينري بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا لما اجي عندي رقم باينري بالشكل ده انا بقسمهم تلاتات. فانا هاجي اول دول اول تلاتة ادي اول تلاتة دول تاني تلاتة. خلي بالنا ان دول اتنين بس او ما انا مزود انا ايه صفر من عندي برضو دول الفراكشن اهو هما دول المفروض يبقوا تلاتة ديجيتس مش موجودين هما موجود اتنين بس او ما انا حاطط من عندي ايه راجع لما كان كده مرجع هي نفس نفس. طيب الكلام ده لو انا بحاول وبقدر ايه يوكتل. طيب لو انا عايز العكس لو عايز قصدي من اسم العكس لو انا عايز من باينري اسمه ايه ده الهكس الهكس اسم حاجه بدل الجدول بتاعي بريبليس بالجدول بتاع مين؟ بتاع الهكس اسمه وسهل بيبقى نفس الحكايه. انا مثلا عندي رقم 2 دي 4 لاقي نص في الجدول عندي 2 فين؟ حطيت الكالكوليتر بتاعنا دي فين؟ دي الاربعه فين؟ دي بقى لو نلاحظ دي كده ادي كده دي الاثنين اللي هي الرقم ده انا جايبه من مين؟ من الاثنين دي هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي انا حطيتها على طول البي اهي ادي البي اهي برضه نفس الحكايه كنت واخدها وايه؟ والاربعه في الاربعه اهي ادي الاربعه اهي برضه انا ايه؟
في اول واحد دول 4 عمود، ودول المفروض الاربعه، ودول ايه 4 دول ناقصين. اقوم حاطط انا ايه 0 0 من عندي، وهنا حاطط ايه 0 0. من الدسمة للكلمة، فهنا مثلا ايه ده بيقول لك ايه، يبقى انا هاخد الرقم اللي هو الاولاني اللي هو 18.6 اللي هو ده الاول، واقوم احوله لايه؟ احوله لبيستن. فانا قمت جايبه وحاطه ايه؟ ومحوله لبيستن بالطريقة دي، الطريقة زي ما احنا شايفين كده ايه؟ سهلة. عشان تقول لي بقى بيستن، اقوم جاي وحاطه ايه؟ محوله لبيستن 11. فانا اقوم ايه؟ اقوم جاي هنا الجزء اللي هو الانتجر برضه هقسم على 11 واحطه، طلع 1.6 اللي هو جزء الانتجر، والجزء الايه الجزء الفراكشن اقوم واخده وضارب في 11 ضارب في 11 ضارب في 11. طبعا بقيت من 6 6 6 6 يعني انت اراوند، يعني مش هيخلص تلاقي الارقام يرفع، فيكفيك ان انت تولد نفسك معاك ممكن تمشي معاك واحده واحده. جرب تشك كده مع نفسك، تحدد اللي انت هو طلع نفس الكلام يعني اخر حاجه دلوقتي تقريبا هي اورز بيز دان وبيز تو، لان دول اشهر حاجه بالنسبه لنا. الباورز اللي هي ايه؟ النقص والباورز بشكل عام عامل ازاي؟ فانت عندك هنا مثلا اللي هو ايه؟ في البيكو، البيكو والنانو والمايكرو والملي والكيلو والميجا والجيجا والتيرا، كل دول اللي هي باورز اوس ناقص من اول ناقص 12 لحد بلس 12. وفي البيكو الكيلو اللي هو 210، الميجا اللي هو 215، الجيجا اللي هو 230، التيرا